الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر دور كلها أمين. نلتقي مع القديس كيرلس الكبير في تفسيره لإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير الإصحاح 11 العظة 74 بعنوان لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. فيها القديس كيرلس بيفسر العدد دوة اللي هو العدد 2 من إصحاح 11، بيقول: توسل داود النبي إلى المسيح مخلص الجميع قائلا: اهدني إلى حقك وعلمني أنك أنت الله مخلصي، لأن الذين هم في المسيح بالإيمان هم الذين يتعلمون من الله، ونحن من بين هؤلاء، لذلك لنلتمث منه أن يشرح لنا كلماته، لأن كل من يريدون أن يفهموا جيدا دون ما خطأ ما يريد الرب أن يعلمهم هم في حاجة إلى النور الإلهي، إذ هو المانح لكل حكمة ويشرق بنوره على ذهن وقلب أولئك الذين يسألونه. وها مرنم المزامير يقول أيضا: افتح عيني فأرى عجائب من شريعتك. لذلك فلنفحص أيضا هذا الجزء من الصلاة، لأن ما سنربحه لخلاص النفس ليس قليلا. ابتدى القديس كيرلس عظته بذكر العدد 5 من مزمور 25: اهديني إلى حقك وعلمني أنك أنت الله مخلصي. قديس كيرلس بيقول إن الإنسان اللي بيحب إنه يفهم كلمات ربنا لابد ليه إن هو يطلب من ربنا إن هو يفهمه، عشان ربنا يعطي له النور الإلهي أو النعم الإلهية اللي تمنح الحكمة لكل واحد، وتقدر تشرق بالنور على ذهن وقلب كل واحد بيسأل. ولما نفهم هذا الجزء هنربح خلاص لأجل نفوسنا مش قليل. لماذا إذن أوصى الرب القديسين أن يخاطبوا الله الآب الذي في السماء لقائلين: لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض؟ إن هذه الطلبة تليق بالقديسين، وهي مملوءة مديحا أيضا. إنه يليق بالقديسين أن يتوسلوا من أجل أن تسود مشيئة الله الصالحة على الأرض. وما الذي يهدف إليه هذا التوسل سوى أن يعيش كل البشر حياة مختارة تستحق المديح، وأن يمارسوا ويعرفوا كل فضيلة. فنحن نؤكد أن الملائكة القديسين إذ يصنعون مشيئة الله إنهم يقيمون في مجد السماء، لأنه مكتوب: باركوا الرب يا جميع قواته يا خدامه العاملين مشيئته، لأنهم بالتزامهم بمشيئة سيدهم وبتتميمهم البر الذي يفوق الأمور البشرية يحفظون رتبتهم العالية. وأما أولئك الذين فعلوا بخلاف ذلك فقد سقطوا من رتبتهم. قديس كيرلس بيقول إن الطلبة دي تليق بالقديسين، اللي هي طلبة لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، وهي طلبة تستحق المديح، ويليق بكل قديس وكل إنسان بيعيش حياة القداسة إن هو يتوسل من ربنا إن تسود مشيئة الله الصالحة على الأرض. طب إيه الهدف اللي بيهدف إليه إن الإنسان يتوسل لله؟ هو أن يعيش كل إنسان على الأرض حياة مقدسة ومختارة، ويمارسوا كل فضيلة ويعرفوها معرفة جيدة. وزي ما الملائكة اللي في السماء بتمارس مشيئة الله وبتحياها وتصنعها وبالتالي بيعيشوا في مجد، كذلك كل إنسان يحيا في حياة مقدسة هو يتمم مشيئة الله. والملائكة دول لما أتموا مشيئة الله هم حافظوا على رتبتهم، وأما كل ملاك خالف مشيئة الله هو سقط من رتبته. ولكن لكي نمارس قدما ونحرص معنا ولكن لكي نسير قدما ونحرص معا ونحصر معنا الكلام باختصار، فلنتضرع أن يمنح الله القوة الساكنين على الأرض لكي يصنعوا مشيئته ويتمثلوا بالسلوك الذي يمارسه الملائكة القديسون فوق في السماء. لذلك فلنتأمل بقدر ما نستطيع بأية طريقة تمارس القوات العلوية ورتب الملائكة القديسين واجبهم بنجاح. كيف يكرمون الله؟ قديس كيرلس بيقول إن كل إنسان عشان يمارس ويحيا في حياة القداسة وحسب مشيئة الله لابد إن كل واحد فينا يطلب من أجله، وكأن احنا كلنا بنطلب من أجل بعض لكي نتمم مشيئة الله، ولكي تكون مشيئة الله هي السائدة زي ما هي سائدة في السماء كذلك تكون على الأرض.
وعشان نفهم كده ازاي مشيئة الله هي في السماء هي السائدة، فبنقول ان الرتب الملائكية ازاي بيكرموا الله. فقديس كرولوس بيتسأل بيقول: هل بتقديم ذبائح دموية؟ هل بأطياب وبخور كما كان يفعل إسرائيل حسب الجسد؟ ولكنني أظن أن هذا غير معقول فكرا وقولا، لأنه من الصواب بالحري أن نؤكد أنهم يتممون خدمة روحية وليست مادية، مقدمين دائما التمجيد والتسبيح لخالق الكل، ومكملين البر اللائق بالأرواح القديسة. إذن فأولئك الذين يتوسلون في صلواتهم أن تتم مشيئة الله على الأرض، ينبغي بالضرورة أن يحيهم أنفسهم بلا لوم، وأن لا يبالوا بهذه الأمور الأرضية، بل أن يتحرروا من كل دنس ويقفزوا خارجا من حفرة الإثم، مكملين القداسة في خوف الله. وكما يقول بولس الرسول أيضا إنه حتى وإن كانوا يسيرون على الأرض تكون سيرتهم هي في السماوات. بنلاقي القديس كرولوس بيتساءل ويقول: هل الملائكة بتقدم ذبائح دموية؟ هل بتقدم أطياب وبخور كما كان إسرائيل حسب الجسد؟ بيقول القديس كرولوس: لا طبعا مش كده. بيقول: لأنه من الصواب بالحري أن نؤكد أنهم يتممون خدمة روحية وليست مادية. خدمتهم هي خدمة روحية مش مادية، بيقدموا لله التمجيد والتسبيح على الدوام، وبيكملوا البر اللائق بالأرواح. وزي ما قال بولس الرسول ان لازم سيرتنا احنا تبقى في السماويات، عشان كده كل انسان يحيا بلا لوم هو بيحيا على حسب مشيئة الله. وفوق كل شيء فليعرف اولئك المنتمون الى الجماعة اليهودية، ولكنهم قد اغتنوا بالبر الذي في المسيح بالايمان، انه من الله جدا ان يتمموا كلمة الله وان يتخلوا عن الخدمة التي تتكون من المظاهر والرموز، ويختاروا بالحرية الخدمة الروحية النقية وغير المادية، كما يقول المخلص في موضع ما: الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. قديس كرولوس بيواجه كلامه لليهود. احنا عارفين ان كان في زمن القديس كرولوس كان في يهود في اسكندرية، وكانوا في منهم مؤمنين وفي منهم لم ينالوا الإيمان بعد. عشان كده قديس كرولوس بيقول لهم: خلي بالكم، كل واحد كان منتمي للجماعة اليهودية لكنه آمن وخد البر بالمسيح، فهو بيتمم مشيئة ربنا وكلمته، ولازم يتخلى عن الخدمة اللي فيها المظاهر ويقدم خدمة أو عبادة روحية نقية وغير مادية. واستشهد بإنجيل معلمنا يوحنا الإصحاح الرابع لما قال ربنا يسوع للسامرية: الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. أما كون الطريقة الناموسية للخدمة ليست هي ما يطلبه الله، فإنه أمر ليس من الصعب أن نراه في الكتابات النبوية والرسولية. ممكن يجي حد ويقول للقديس كرولوس: أنت بتهاجم العبادة الناموسية واليهودية. القديس كرولوس بيقول إن طريقة العبادة الناموسية للخدمة هي مش الطريقة اللي بيطلبها ربنا، وده بالحقيقة مش كلامي أنا، ده كلام العهد القديم والكتابات النبوية والرسولية. بيقول إيه؟ لأنه يقول بفم إرميا النبي: لماذا تأتون لي باللبان من شبا وقصب الذريرة من أرض بعيدة؟ محرقاتكم غير مقبولة وذبائحكم لا تلذ لي. ويقول بصوت داود: لا آخذ من بيتك ثورا ولا من حظائرك جداء. هل آكل لحم الثيران أو أشرب دم التيوس؟ كما أن المغبوط بولس يوضح أيضا أن خدمة الناموس هي بلا قوة للتبرير، فيقول: ولكن إن ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر. إذن فمشيئة الله التي نصلي لأجل أن تكون على الأرض ليست هي أن نتطابق مع الناموس وأن نحيا بحسب خشونة الحرف، بل أن نجتهد أن نحيا بالإنجيل، وهذا يتم بإيمان صحيح بلا عيب وبحياة مقدسة لها الرائحة الحلوة لكل فضيلة، ولها برهان بشهادة السلوك الصالح النبيل في كل ما هو ممتاز. القديس كرولوس بيقول أن أرميا النبي قال أن المحرقات اللي بيقدمها شعب بني إسرائيل غير مقبولة لو كانت مش من ضمير صالح، وذكر أن بولس الرسول قال إن محدش بيتبرر بالناموس عند ربنا ظاهر.
وربنا لا تهمه الثيران ولا لحم الثيران ولا التيوز. وكأن قديس كورولوس بيحاول يثبت ان كل العبادة الناموسية هي عبادة غير مقبولة عند الله بقدر قبول العبادة الروحية. عشان كده اي حد عاوز يحيا حياة مقدسة مش يحاول يثبت حياة الناموس او يحياها، ولكن يحاول انه يعيش الانجيل، نجتهد ان نحيا الانجيل بإيمان صحيح بحياة مقدسة ببرهان بشهادة السلوك الصالح النبيل. ولكي أشرح لكم بطريقة أخرى معنى ما هو موضوع أمامنا، فنحن نقول أن أولئك الذين يتوسلون قائلين لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، إنما يصلون أن يروا توقف الخطية. المعنى الثاني لقديس كرولوس عاوز يقوله لجملة لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، هو إن تصير كل الأرض بلا خطية ولا تسود الخطية في الأرض. بيقول لأن ناموس موسى أعطي للإسرائيليين ليكون مؤدبا لهم، ولكن الذين استلموه قدموا اهتماما ضئيلا بوصاياه وكانوا محبين للذات دون محبة الله، وتحولوا ليتبعوا مشيئتهم الخاصة، فضلوا وراء تعاليم ووصايا الناس. وقال الله عنهم في موضع ما: هذا الشعب يقترب إلي ويكرمني بشفتيه، وأما قلبهم فأبعدوه عني وصارت مخافتهم مني باطلة، بينما يعلمون تعاليم ووصايا الناس. وقال عنهم أيضا بفم إرميا: اسمعي أيتها الأرض، ها أنا ذا جالب شرا على هذا الشعب، ثمر أفكارهم لأنهم لم يصغوا لكلامي وشريعتي رفضوها. هكذا كانت حالة اليهود، ولكن الشعوب الأخرى التي انتشرت في كل الأرض كانت في ضلال بطرق مختلفة، لأنهم عبدوا المخلوق دون الخالق، وإذ أذلوا عقولهم بالخضوع للأرواح النجسة، لذلك انقادوا بواسطتهم بسرعة وبدون فهم إلى كل ما هو دنيء، وكل نوع من الشر كان مكرما بينهم الذين مجدهم في خزيهم كما يقول الكتاب. لما القديس كرولوس قال إن المعنى الآخر لتكن مشيئتك هو توقف الخطية، قال إن ناموس موسى كان هدفه إن هو يخلي الناس تحيا بلا خطية، يؤدبهم يعني للمسيح، ولكنهم لأنهم بيحبوا نفسهم مش بيحبوا ربنا، اهتموا بإن هم يمشوا ورا تعاليم الناس وليس وصايا الله. وقال عنهم الكتاب إنهم بيقتربوا إلى الله بشفتيهم، وأما قلبهم فبعيد عن الله تماما. وقال إن الشعب رفض شريعة الله، وده بالنسبة لليهود. أما بالنسبة لكل الشعوب الأخرى الأممية والوثنية، فهم رفضوا ربنا بطريقة أخرى، أو صاروا في ضلال وخطية بطريقة أخرى، وهم إنهم عبدوا المخلوق دون الخالق، وأذلوا عقولهم بالخضوع للأرواح النجسة اللي كانت بتضلهم وبيعبدوها من خلال كل عبادة الأوثان. واللي قال عنهم الكتاب إن هم كانوا بيروحوا لكل نوع من أنواع الشر، إنه مجدهم كان في خزيهم. بيكمل القديس كرولوس ويقول: فالقديسون يبتهلون من أجل جميع الناس أيا كانوا، من إسرائيل كما من الأمم، ليحسبوا مستحقين للسلام الذي من الأعالي، وأن يجدوا راحة القلب بعد البؤس الذي كانوا يقاسونه حينما كانوا واقعين في حبال الإثم الذي لم يكن لهم إمكانية الفرار منه. وإذ ينالون البر الذي في المسيح بالإيمان، يمكنهم أن يصيروا أطهارا وناجحين في كل عمل صالح، من أجل أن يصلوا قائلين لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. لأن مشيئة إله الكل كما سبق وقلت هي أن يحيا سكان الأرض بقداسة وتقوى وبلا لو، إذ يخسلون من كل دنس، وهم مثابرون على التمثل بالجمال الروحي للأرواح العلوية في السماء، حتى أن الكنيسة على الأرض كونها هي المثال المنظور والصورة لكنيسة الأبكار التي في الأعالي، تصير مرضية للمسيح الذي به ومعه لله الآب التسبيح والسلطان مع الروح القدس إلى دهر الدهور أمين. ديس كرولوس بيقول عشان كده كل واحد من القديسين أو اللي بيحيوا بحياة القداسة بيصلوا من أجل كل إنسان، سواء هذا الإنسان من أصل يهودي أو هو يهودي أو من أصل أممي، عشان يصيروا مستحقين للسلام الذي من الأعالي.
ويجدوا راحة القلب بعد كل الألم والخطية والشهوات اللي كانوا عايشين فيها، ويبقى عندهم فرصة إن هم ينجوا ويتحرروا منها وينالوا البر من المسيح ويصيروا أطهار، وساعتها يقدروا يصلوا من أجل الآخرين ويقولوا لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. بيختم القديس كيرلس العظة ويقول: لأن مشيئة إله الكل هي أن يحيا سكان الأرض بقداسة وبر. مشيئة الله، الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون ويغسلوا من كل دنس، يصيروا منتظمين في حياة التمثل بالجمال الروحي وليس بالجمال الجسدي، اللي الكنيسة هي المثال المنظور للجمال الروحي للكنيسة المنتصرة اللي هي كنيسة الأبكار في الأعالي، عشان تصير كل الكنيسة وكل الجماعة المقدسة اللي فيها مرضية للمسيح. نختم عظة القديس كيرلس اللي أنارت عيوننا وقلوبنا، ونلتقي معاه في العظة 75 بعنوان: أعطينا كل يوم خبزنا الضروري، ولربنا كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن وإلى الأبد. آمين.